نجاوب شوية أسئلة. واحد بيقول الافتقاد للبحث عن النفوس الضالة شيء مهم جدا، ولكنه في الأرثوذكسية قليل جدا، بل يكاد يكون غير موجود. نرجو من قداستكم الاهتمام بهذا الموضوع. أنا معاك في إن الافتقاد مهم جدا، ولذلك كل كاهن جديد، الكهنة الجداد اللي برسمهم بقول لهم السنة الأولى ليكم لا عمل ليكم سوى الافتقاد. ولكن ما أقدرش أقول إن الافتقاد مش موجود في الكنيسة الأرثوذكسية، بس اللي عايز أقوله لك إن في عدد كبير جدا جدا، بحيث إن الأب الكاهن مهما افتقد بيلاقي نفسه مش قادر. يعني تصور مثلا لما يكون كاهن مسؤول منه حوالي 10,000 واحد، هيفتقد 10,000 ازاي؟ إلى جوار كتير قوي بييجوا يعترفوا ولاد وبنات وشعب، والاعتراف بياخد وقت طويل جدا. الحل الوحيد هو رسامة كهنة جدد، وبنحاول بقدر إمكاننا إن احنا نرسم كهنة جدد، وإن شاء الله يوم عيد العنصرة هيكون في رسامة عدد كبير من الآباء الكهنة. ولكن في غلطة موجودة في الخدمة، وهي إن الخدام دلوقتي ما بقاش يخرج منهم ناس مكرسين كتير. يعني تلاقي فرع وفيه 100 خادم أو 200 خادم، ولما نيجي ندور ده غير الباقيين، يعني غير الصغيرين وغير البنات، نيجي ندور على واحد بس يترسم قسيس ما بنلاقيش. زمان كان في محبة كبيرة للخدمة وفي محبة كبيرة للتكريس، دلوقتي الروح مش زي زمان. ومع ذلك أنا رسمت بالنسبة للكهنة والإسكندرية لحد دلوقتي حوالي 235 واحد، يمكن بالنسبة لكم مش حاسين بالعدد ده. يعني على بعد يوم العنصرة لو أحيانا رب وعشني بحوالي 250، وبرضه مش مكفيين، ابتلعتهم الخدمة ومش لاقيين وقت. حضروا ناس يترسموا وإحنا نخليهم يخدموا وما يكونش لهم عمل سوى الافتقاد من ناحية الأنشطة، أقصد يعني يصلوا الأداديس بس يكون عملهم الأساسي هو الافتقاد. سؤال واحد بيقول ما الفرق بين الحلم والرؤية؟ هل الحلم من الشيطان والرؤية من الله؟ وهل الحلم نتيجة تفكير؟ نرجو الإجابة. الفرق بين الحلم والرؤية إن الحلم يكون والإنسان نايم، والرؤية تكون والإنسان صاحي. أدي الفرق. يعني واحد شاف رؤية يعني وهو صاحي شايف، لكن شاف حلم يعني وهو نايم شايف. وكلاهما ممكن رؤية تكون من الشيطان ورؤية من الله، وممكن حلم يكون من الشيطان ويكون من الله، الاثنين زي بعض في النقطة دي. يعني الأحلام، في أحلام من الله وفي أحلام من الشيطان وفي أحلام من العقل الباطن ومن التفكير ومن الحاجات اللي بتثبت في العقل وتتخزن وتطلع كأحلام أو من القراءات أو السماعات أو أي حاجة. في أحلام من الله زي الأحلام اللي فسرها يوسف الصديق، زي الأحلام بتاع دانيال النبي، زي الأحلام اللي جات ليوسف النجار أوحي إليه في حلم أن يأخذ الطفل إلى مصر وقالوا في حلم أن يرجع تاني. يعني أحلام هي من الله.
وانا من رايي انكم يعني ما تاخدوش كتير على الاحلام وما تخلوهاش تقودكم. يعني واحد بيقول جاء في انجيل معلمنا القديس يوحنا البشير الاصحاح 12 عدد 37: ومع انه كان قد صنع امامهم ايات هذا عددها لم يؤمنوا به. لماذا لم يذكر البشير يوحنا عدد هذه الايات مع انه كان من المقربين جدا للرب؟ ما يهمش العدد، لان ساعات بتكون حاجات فوق العدد. يعني فوق العدد، يعني مثلا في انجيل معلمنا لوقا الاصحاح الرابع، وده فصل بنقراه كل يوم في صلاة الغروب، بيقول: وعند غروب الشمس كان كل الذين عندهم مرضى بانواع امراض كثيرة يقدمونهم اليه، فكان يضع يديه على كل واحد فيشفيه. كل اللي عنده مريض بيجيبه، دي هتعدهم ازاي؟ وفي انجيل معلمنا متى الرسول يقول عن المسيح انه كان يطوف المدن والقرى يكرز ببشارة الملكوت ويشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب. هتعدهم ازاي دول؟ حاجات ما تتعدش. وساعات يقول: وكل الذين كان عندهم مجانين او ناس عندهم ارواح نجسه او عندهم ناس عندهم يعني العاهات او حاجات زي دي كانوا يقدمونهم اليه. حاجه كده عدد كبير ومش من السهل ان الواحد يحصيه. يعني شوف مثلا الايه دي بتقول ايه في انجيل متى اصحاح 4: وكان يسوع يطوف كل الجليل يعلم في مجامعهم ويكرز ببشارة الملكوت ويشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب، فزاع خبره في جميع سوريا، فأحضروا إليه جميع السقماء والمصابين بأمراض وأوجاع مختلفة والمجانين والمصروعين والمفلوجين فشفاهم. دول هتعدهم إزاي؟ أنت يعني بتعتب على قديس يوحنا إنه ما عدهمش. ده القديس يوحنا بيقول في يوحنا 20 آية 29، بيقول: وآيات كثيرة صنعها يسوع لم تذكر في هذا الكتاب، وقال: لو ذكرت واحدة فواحدة ما كنت أظن العالم يسع الكتب. هيعد ازاي؟ هي حاجة بتاعت عدد. كان كل مريض على طول كده. هم بس الآباء الإنجيليين اختاروا بعض معجزات للمسيح وسجلوها، لكن اوعوا تفتكروا ان المعجزات التي ذكرت في هذا الإنجيل انها كل المعجزات اللي عملها المسيح. دي مجرد أمثلة، لكن في حاجات لا حصر لها ولا عد. سؤال تاني: ماذا يعني أن كل ذكر فاتح رحم يدعى قدسا للرب؟ كاتب إنجيل لوقا. في الحقيقة الآية دي ذكرت في خروج 13:1: قدس لي كل بكر كل فاتح رحم إنه لي. إيه معناها دي؟ كلمة قدس في لغة الكتاب المقدس تعني أحيانا خصص. قدس لي كل بكر كل فاتح رحم يعني خصصه لي، خصصه لخدمتي. يبقى قدس للرب، يبقى مخصص للرب. دايما الحاجات بتاعت ربنا بتبقى حاجات مقدسة، يعني مخصصة للرب. تقول الأواني المقدسة يعني الأواني المخصصة للرب. تقول أيام مقدسة أيام مخصصة للرب. أعياد مقدسة
يعني اعياد مخصصه للرب، بيت الرب بيت مقدس لانه بيت مخصص للرب. فالاشخاص دول كانوا قدس للرب، يعني كانوا مخصصين للرب. ليه؟ ما كانش الكهنوت الهاروني وصل لسه، ده قبل تأسيس الكهنوت الهاروني. فكان كل بكر يخدم ربنا، وكانوا الكهنة هم الأبكار. فيما بعد استبدلوا سبط اللاويين بهؤلاء الأبكار، وانتهت حكاية تخصيص الأبكار للخدمة. فكان كل بكر، كل بكر ذكر، لأن الكهنوت طبعا للذكور، فكان كل بكر ذكر يكون قدس للرب، يعني يكون مخصص للرب لخدمة ربنا، لغاية لما ابتدى الكهنوت يبقى في سبط لاوي وفي بني هارون، بطل هذا الأمر وانتهى. واحد بيقول أعمل في محل عطارة وارتكبت خطية بفعل صاحب العمل، وهذه الخطية هي الغش بأمر صاحب العمل، فهل أتحمل أنا الخطأ أم صاحب العمل أمام الله؟ أنا ضميري متألم. تتحملوه أنتوا الاثنين مع بعض، صاحب العمل لأنه هو اللي قال لك تغش، وأنت لأنك طوعت صاحب العمل وارتكبت الغش. ومفروض أنك تطاوع ربنا أكتر ما تطاوع صاحب العمل. لو صاحب العمل قال لك تسرق تسرق، ما يصحش تقول له أنا ما أقدرش وتخرج من المسؤولية وما تنفسي. واحد بيقول أنا شاب في الثلاثين من عمري، لم أتقدم إلى سر الاعتراف والتناول إلا مرة واحدة، والآن أنا لا أتذكر ذنوب هذا العمر الطويل، أرجو أن تلقي الضوء على ذلك وأبقى اعترافي متميز. يقصد اعترف عليه مرة واحدة وجاب أبي شوف. شوف يا ابني، تمسك الوصايا العشر كلها وتشوف أخطأت في إيه. وفي خطايا لها فروع، يعني أنا مثلا عملت لكم أربع كتب عن الوصايا العشر، في كتاب منه لا تقتل، أهو الكتاب كله تفاصيل في خطية لا تقتل، تفاصيل كتير أوي. جايز تقول لا الحمد لله أنا ما قتلتش حد، جايز ما قتلتش حد لكن غصت واحد وحرقت دمه وتخش في خطية لا تقتل. خطايا الكذب في باب كتير قوي، يعني لو فت علي أديك الكتابين دول أو تقدر تاخدهم من أي مكتبة، الجزء الأخير فيه الأربع وصايا الأخيرة ووصية لا تقتل وأكرم أباك وأمك في القبل كده. تمسككم وصية وصية وتشوف وقعت في ايه. تيجي مثلا علاقتك مع الله وتشوف ايه علاقتك في الصلاة، ايه علاقتك بربنا في الصوم، في قراية الكتاب، في الاجتماعات، في الاعتراف، في التناول، وتجمع ايه الاخطاء اللي انت عملها. اخطائك ضد نفسك، اخطائك ضد الناس، وكل خطية من دول تحطها قصادك ولو تكتبها فرقة لغاية لما تجمعها، وبعدين تعترف. بعد كده كل ما تفتكر حاجة قديمة أو تقرأ قراية تكشف لك حاجة قديمة تقول طيب دي أبقى أقولها بعدين لغاية لما ربنا يساعدك. امسككم واحدة واحدة بالتفصيل. واحد بيقول أبي أبوه بالجسد يعني دائم الحديث مع أصدقائي الذين يأتون لزيارتي في المنزل
وهو يتحدث معهم في خصوصيات الآخرين، ياخد أصحابه ويدردش معهم ويكلم كلام، مما جعل أصدقائي ينقطعون عن زيارتي نهائيا. وقد عرفت أخيرا أن السبب هو والدي الذي لا يستطيع أن يصمت. وأنا أخجل كثيرا من أن أنبه أبي إلى مثل هذا الخطأ. ليه؟ جايز يقول لك فلان من أصحابك ما بيجيش ليه؟ قل له لأن القعدة اللي قعدتوها المرة اللي فاتت تعب منها من الكلام، وفلان ما جاش ليه؟ قل له برضو القعدة اللي قعدتوها، ولو يشخط فيك ولو يشتمك ولو يزعق لك لكن تبقى بلغت له الرسالة. بيقول له في الوقت نفسه أنا غير قادر على السكوت أمام هذا الوضع، فماذا أفعل؟ هل أكلم أبي أم أسكت؟ لا، كلمه. يوناثان كلم أبوه وقال له أنت بتضطهد داود ليه؟ وداود عمل فيك إيه عشان تضطهد؟ وشاول اتضايق من داود، شاول اتضايق من ابن يوناثان وكان هيرميه بسهم يضربه، لكن زي بعض، لكن وصل له الرسالة. والقديسة دميانة وبخت أباها لأنه أنكر المسيح وخضع لضغوط الحكام. فممكن قوي تقول لوالدك، بس تقولها له بالأسلوب اللي يحتمله، يعني بأسلوب هادي، وتقول له أنا كل أصحابي دلوقتي ما بيجوش البيت لأنهم تعبانين من أنك بتقعد تكلمهم في كذا وكذا وكذا. دي من ناحية والدك. ومن ناحية أصحابك، خلي مواعيدك معاهم ومقابلاتك معاهم خارج البيت، وهم من نفسهم بتقول ما بيجوش. ودي برضو درس للآباء اللي حاضرين الاجتماع، يجوا أصحاب ولادكم في البيت، مش بس الآباء والأمهات، برضه جايز يجي أصحاب بنتها صديقتها تقعد تمسك البنات وتكلمها في اللي ينفع ولا ما ينفعش. سؤال: ما معنى في المزامير قوله جيد هو الاعتراف للرب؟ بيقول هل اعترفنا للرب تمحى خطايانا؟ عبارة في المزامير جيد هو الاعتراف للرب مش معناها الاعتراف بالخطية. كتير جدا كلمة الاعتراف للرب في المزامير تعني الاعتراف بفضل ربنا علينا، يعني معناها تشكر ربنا وتعترف بفضل. جيد هو الاعتراف للرب. ومع ذلك حتى الاعتراف بالخطايا في أربع أنواع من الاعتراف بالخطايا. تعترف لربنا بالخطية زي ما بنقول في المزمور: لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت. وتعترف للكاهن بالخطية زي قول الكتاب: اعترفوا بعضكم لبعض بالزلات. وتعترف بالخطية للشخص اللي انت اخطأت اليه، تروح تقول له يا فلان انا اخطأت وما تزعلش مني عشان تصلح. وتعترف بينك وبين نفسك انك انت غلطان، لانك لو ما اعترفتش بينك وبين نفسك انك غلطان لا هتروح لربنا تقول له اخطيت، ولا تروح لصاحبك تقول له اخطيت، ولا تروح للكاهن تقول له اخطيت. دول اربع انواع، ووجود واحد منهم ما يمنعش الباقيين. واحد بيقول: هل يوجد علاج روحي ليا لاني مريض بالكذب والشهوه والخطيه وذهبت الى اباء كهنه كثير للاعتراف الى ان وصلت الى حد الياس وكرهت كل شيء؟ من جهه الكذب، شوف ليه بتكذب. لان انا دايما بعتبر ان الكذب خطيه ثانيه وليس خطيه اولى.
يعني ايه خطيه ثانيه؟ يعني الواحد بيكذب علشان خطيه تاني. عشان ايه خطيه تاني هي السبب؟ يعني مثلا في واحد بيكذب علشان يغطي غلطه غلطها قبل كده، فبيسالوه في الغلطه فبيكذب. فشوف انت بتكذب عشان ايه؟ ادي نوع. خطيه ثانيه، واحد بيكذب علشان يكسب مكسب في الشغل، زي تاجر بيكذب علشان يبيع بسعر عالي، يقول لك دي ب30، تقول له لا 30 غالي، يقول لك صدقني وقع عليا ب28 ومش هكسب فيها غير 2، بينما ممكن يبيعها ب20 ويبقى كسبان برضه، لكن بيكذب عشان يكسب. واحد مثلا بيكذب علشان ياخد له يوم اجازه، فيروح مقدم شهاده ان عنده مغص كلوي او مغص مراري، ودكتور يكذب معاه والحكايه ماشيه عشان يوصل لغرض معين. فشوف انت بتكذب بسبب ايه؟ هل علشان مكسب؟ هل علشان تغطي خطيه؟ هل علشان توصل لغرض من الاغراض؟ في واحد بيكذب لان نفسه رخيصه، ويجي يتملق الرؤساء وينافقهم ويقعد كله كلام كذب 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 علشان يوصل لمحبه في نفوس هؤلاء الاشخاص. شوف انت بتكذب ليه، واذا عالجت السبب بتاع الكذب هتلاقي الكذبه راحت لوحدها. في واحد بيكذب عشان الفرفشه والنكت، وفي واحد بيكذب عشان يتريق على حد، وفي واحد بيكذب عشان يوقع بين واحد وواحد، فاللي بيدفعه للكذب بيكون الحقد والحسد وحاجات زي دي. يروح لواحد يقول له فلان قال عليك وفلان عمل وفلان سوى، وهو ما يكونش عمل ولا سوى لكن غلط في نفسه. فاذا اردت انك تتخلص من الكذب، حاول انك تعرف اسباب الكذب وتبطلها. اما من جهة الشهوة فابعد عن اسبابها برضو، وقوي محبتك لربنا، واذا محبتك لربنا زادت هتلاقي الشهوة راح. واشغل نفسك عشان ما تقعدش تفكر في افكار الشهوة. واحد بيقول ارجو التكرم بافادتي، هل ممكن لانسان امي يعني ما بيعرفش يقرا ولا يكتب ان يسلك مسلك الرهبنه على الرغم من عدم تعليمي؟ امال الواحد لازم كتب لك السؤال ده بقى ولا ايه؟ كل انسان ممكن يسلك في الرهبنه إذا كان قلبه نقي ويحب يعيش لربنا. يعني التعليم مش مشكلة، لكن التعليم يتعبه إنه يكون إنه أمي مش متعلم، تتعبه في إنه ما يكونش عنده فرصة يقرأ الكتاب المقدس ولا يقرأ سير القديسين ولا يقرأ في الأجبية أو غيره. دي سهلة، ان ممكن في الدير يعملوا له محو امي ويعلموه بطريقة يحفظ بيها، وساعات يحفظوه بدون ما يتعلم القراية والكتاب. زي كتير من المعلمين تلاقيه مكفوف ضرير، يعني ما بيشوفش، وتلاقيه حافظ المزامير وحافظ الالحان بيسمعها ويحفظها. ممكن. وعندنا في بعض الأديرة أشخاص كانوا مكفوفين ما بيشوفوش وحافظين المزامير وحافظين الصلوات وحافظين الألحان وحافظين القداس وحافظين كل حاجة. ومن جهة الكتاب المقدس بيروح الكنيسة ويسمع القرايات وبيخلي حد يقرأ له.
واحد بيقول لماذا سمي سفر الملوك الأول بهذا الاسم؟ لأنه جاب سيرة الملوك. هو سيرة الملوك ابتدت من سفر صموئيل، الملك شاول والملك داود، لكن سفر الملوك ابتدى يعني شاول لأنه كان مرفوض من ربنا، ابتدى البداية الأولى على أواخر داود، وبعدين ابتدى سليمان، ومن سليمان على طول في الملوك الأول، وبعدين السفر الملوك الثاني كمل الملوك إلى آخر. واحد بيقول أنا خادم ابتدائي ولي غير مقدسة لأمي الكنيسة، لذلك لاحظت بعض الأخطاء التقصية في الكنيسة أثناء وجودي في الخدمة أثناء القداس، فمثلا من هل يجوز أخذ اعترافات أثناء قراءة الإنجيل؟ لا طبعا ما يجوز. بس أيضا بلاش حد يروح للأب الكاهن أثناء قراية الإنجيل علشان يعترف له. وممكن إن الأب الكاهن أثناء قراية الإنجيل يسيب الهيكل أو يسيب الأوضة اللي هو فيها ويروح واقف لسماع قراية الإنجيل، فالناس طبعا مش هيلاقوه قصادهم. هل يجوز للأب الكاهن أن يرفع صوته ويشخط ويتنرفز على المتناولين في حضرة الذبيحة؟ طبعا لا يجوز أن الكاهن يشخط ويتنرفز، وأيضا لا يجوز أن الناس يقدموا أسباب للشخط والنرفزة. ده ساعات فيه ناس بيعملوا حاجات تنرفز العابد أثناء المناولة، وممكن الكاهن يسكت مرة ومرتين ويضطر يشخط. يعني مش انتوا تقولوا البابا قال مش أصول يشخط وتقعدوا تغيظوا فيه وتقولوا له ما تشخطش؟ هجيب لكم بعض أمثلة أثناء المناولة. الكاهن بيناول، طبعا ايده ماسكه الاسرار وجايز فيها اجزاء من الجسد، وتلاقي واحده ست بعد ما تناول عايزه تروح ماسكه ايد الاب الكاهن تبص، وقت بوسام يا بنت ايه دلوقتي؟ وساعات ناس يعملوا كده. ساعات اثناء المناوله تلاقي الكاهن بيناول واثنين ثلاثة أربعة نازلين دردشة، وده بيتكلم وده بيتكلم، والحكاية هيصة، والأب مش قادر يحتمل الهيصة، يعمل إيه؟ وساعات ناس أثناء المناولة يتزحموا بطريقة تقرب من الخناق. وساعات ست تيجي تتناول ومنظرها ما يشجعش على المناولة أبدا. فنرجو إن الآباء الكهنة لا يشخطوا ولا يتنرفزوا، والناس ما يعملوش أخطاء تخرج الكاهن عن هدوء. وبعدين ثلاثة بيقول التباطؤ في الخدمة أثناء القداس بطريقة مملة جدا من بداية رفع بخور باكر حتى العظة ثم بعد ذلك باقي القداس. دي واحد يبعتها للأب الكاهن في ورقة كده عادية ويقول له البطء الشديد ده بيتعب الناس، إلا لو كان كاهن جديد ولسه مش حافظ وبيستهجى الكلمتين دول، معلش بكرة يكبر ويحفظ ويبقى عارف. لكن برضه فعلا في كهنه بيتباطؤوا بطريقه صعبه متعبه. بيقول يتباطأ بطريقه ممله جدا من بدايه رفع بخور الا العظه وبعد ذلك باقي القداس في ربع ساعه. مش جديد ده. يعني يمشي ببطء لغايه العظه وبعدين يكروت القداس بصراحه كده.
كلموهم، مش عيب ابدا واحد يكلم الاب الكاهن او ان خاف يكلمه يبعت له ورقه. بيقول مما يضايقني ويفقدني سلامي في بعض الاحيان واختلف مع ابي الكاهن. وبعد كل ده بيقول انا لا اقصد ان ادين ابي الكاهن، ولكن اشعر بضيق شديد بعد كل قداس. اذا اردت ان تحتفظ بسلامك القلبي صلي في الكنيسه التي ترتاح اليها ولا ينزعج ضميرك من الداخل، وعندك كنائس كتير. وجايز تروح كنيسة تلاقي فيه أخطاء أخرى وتفضل لغاية لما تستقر على كنيسة وتستريح، تقول أنا أروح القداس في الكنيسة دي، ومش ضروري الكنيسة اللي بتخدم فيها، ممكن تصلي القداس في كنيسة وتخدم في كنيسة. واحد بيقول أريد كلمة منفعة من قدسكم بهذا الموضوع، معي رئيس في العمل منافق جدا ويريد أن أكون معه في هذا النفاق وكثرة الكلام التي توقع بيني وبين زملائي، وأنا أحرج جدا أني أشتكيه للمدير العام حتى لا يضعني في دماغه وتفكيره، فبماذا تنصحني وترشدني لأني حاولت معه بشتى الطرق ولا أسمع له بدون جدل. عايز ينافق ينافق وحده، يعني انت ما تشتركش معاه، يعني ما تتكلمش نفس الكلام اللي بيقوله، ولو قال لك مش كده يا فلان قصاد الناس بص له وضحك، الناس هيفهموا الضحكه ده معناها ايه. ولو قال لك كسفتني قول له انا بضحك، وما تشتركش معاه، يعني ما تقولش اه او بص له واسكت، مش في كل مره تبص وتسكت او تبص وتبتسم وتقول له ارجوك انا ما افهمش في الحاجات دي، خد لك واحد تاني غيري يقدر يسلك معاك في السكه دي، لكن انا ما احبش الحاجات دي. هنا تقريبا ننتهي من الاسئله، بس يعني ملاحظه بسيطه اني سآخذ منكم اجازة 3 اسابيع تقريبا، ونتقابل بعد 3 اسابيع، يعني الاربع الجاي لا، واللي بعده لا، واللي بعده لا، نشوف تجرى ايه. طيب نقول اي ترتيلة وبعدين نخش في عايز اقول لكم حاجة، ساعات واحدة ست تجيب لي عيل اصلي عليه، فكل الستات يفتكروا انها يعني اشمعنى انا ما بعتش عيلي، هديها اصلي لكم وبعدين ما تجيبش حد، ما تجيبوش حد تاني. ولذلك من اللائق ان احنا نتكلم شويه النهارده عن الروح القدس. من هو الروح القدس؟ الروح القدس هو روح الله القدوس، وهو روح المسيح، وهو روح الحق، وهو الروح المعزي او الباراكليت، وهو الأقنوم الثالث في الثالوث القدوس، أقنوم الحياة. نقول الله حي بروحه،
وليه صفات كتيرة في أشعياء 11 وفي صلاة الساعة الثالثة نقول روح القوة، روح القداسة، روح النبوة، روح العفة إلى آخره. الروح القدس ليس من أمور العهد الجديد فقط، فهو موجود في العهد القديم ومذكور في العهد القديم من أول الكتاب المقدس. في أول إصحاح في الكتاب المقدس تلاقوا في البدء خلق الله السماوات والأرض، وكانت الأرض خاربة وخالية، وعلى وجه الغمر ظلمة، وروح الله يلف على وجه المياه. فروح الله هو الذي أعطى الحياة للكون كله. والكتاب بيقول ترسل روحك فتخلق، وأيوب بيقول روح الرب صنعني. الروح القدس موجود في العهد القديم وكان بيعمل باستمرار. جميع الأنبياء حل عليهم الروح فتنبهوا، عشان كده قيل في الكتاب المقدس عن الروح القدس انه في قانون الإيمان بنقول الناطق في الأنبياء، وفي الكتاب المقدس بيقول لم تأتي نبوءة قط من مشيئة إنسان، بل تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس. إذن الروح القدس كان بيعمل في القديم في الأنبياء، ولما حل روح الرب على شاول الملك تنبأ، حتى قيل أشاول أيضا بين الأنبياء. فلا يمكن أن توجد نبوة بدون الروح القدس. أنا عايز أكلمكم شوية عن الروح القدس، لأن ناس كتير يصلوا لله الآب، وناس كتير يصلوا للابن، ويندر أن توجد صلة بين الناس وبين الروح القدس. فلازم تعرفوا أهمية الروح القدس عشان تكون ليكوا علاقة بيه. الروح القدس حل على شاول الملك، حل على داود، حل عليه روح الرب. قيل عن شمشون ان روح الرب كان يحركه في سفر القضاء. ازاي الروح القدس كان بيعمل في الناس زمان؟ روح القدس في العهد القديم كان يحل على الناس بالمسحة المقدسة، في مسحة مقدسة، زيت مقدس للمسحة مكتوبة أوصافه، كان يمسح به الأنبياء، ويمسح به الملوك، ويمسح به الكهنة. يمسح به الكهنة، تلاقوا في خروج 29 إن موسى النبي مسح هارون ومسح بنيه للكهنوت، صب عليهم الدهن المقدس ومسحهم. كان يصب الدهن من فوق راسه كده، الزيت المقدس. عشان كده بنقول في المزمور كالطيب الكائن على اللحية النازل على الرأس، رأس هارون النازل على إلى جيب قميصه. فكان بيصب الدهن على رأسه لغاية لما يملأ لحيته ويوصل إلى جيب قميصه. فكانوا بيأخذوا الروح القدس عن طريق المسحة المقدسة. لاحظوا هنا ان روح الرب بيجي عن طريق الخدام، يعني خادم زي موسى النبي يدي الروح القدس لهارون ولبنيه، يصب عليهم الدهن فيمسحهم كهنة. ولذلك الكهنة في العهد القديم كان ربنا يسميهم مسحاؤه، يقول مسحائي يعني الممسوحين لي. و
وبرضه بنفس المسحة المقدسة كان يمسح الملوك زي مسح شاول الملك ومسح داود، وأيضا الأنبياء كانوا يمسحون بالزيت المقدس. ولذلك ربنا قال لإيليا النبي في ملوك الأول 19 قال له اذهب وامسح ياهو ملكا على يهوذا وامسح حزائيل ملكا على إسرائيل وامسح أليشع نبيا عوضا عنك. إذا كان بيمسحوا الأنبياء بيتمسحوا بالمسحة المقدسة، يعني المسحة المقدسة اللي انتوا بتاخدوها دلوقتي في سر الميرون مش حاجة جديدة من العهد الجديد، هو المفعول يعني جديد، لكن حلول الروح بالمسحة شيء موجود من العهد القديم. حلول الروح بالمسحة شيء موجود من العهد القديم. والروح القدس أيضا نسمع إنه موجود حتى في فترة ما بين العهدين، مش بس في العهد القديم. يقول الكتاب عن سمعان الشيخ إنه جاء بالروح إلى الهيكل وقال إن كان روح الرب عليه. وقيل أيضا إن أليصابات امتلأت من الروح القدس لما سمعت صوت مريم، ده شيء عجيب يعني، هنا لا كاهن مسحها ولا صب عليها زيت ولا حاجة، مجرد إنها سمعت صوت مريم امتلأت أليصابات من الروح القدس وتكلمت كلام نبوءة وقالت من أين لي هذا أن تأتي أم ربي إلي؟ منين عرفت إن دي أم الرب؟ وقال طوبى للتي آمنت بما قيل لها من رب، منين عرفت إن دي آمنت؟ الروح إدها نوع من الكشف وكشف ليها أشياء. بل نسمع أكتر من كده في علاقة الروح القدس إن يوحنا المعمدان يكون من بطن أمه ممتلئا من الروح القدس. يوحنا المعمدان امتلأ من بطن أمه من الروح القدس، ودي لا مسحة ولا حاجة، لكن موهبة من الله أن يعطيه الامتلاء من الروح القدس. الروح القدس كان يؤمن به الكل، ولذلك تجد داود يقول له أين أذهب من روحك ومن وجهك أين أختفي، لأنه يؤمن أن روح الله موجود في كل مكان. وكان الروح القدس أيضا يرشد غير المؤمنين من أجل خدمة أولاده. تجد أن أرتحشست الملك اللي كان في عهده نحمية وكورش الملك، روح الله حركهم لإعادة بناء أسوار أورشليم، وداريوس الملك أيضا اللي عاصر دانيال النبي. فروح الله ممكن أن يرشد غير المؤمنين لكي يؤمنوا، ولذلك أرشد كورنيليوس وتكلم فيه روح الرب، بل حل عليهم روح الرب هو واللي معاه وتكلموا بألسنة لكي يؤمنوا، وأيضا لكي يتشجع بطرس الرسول ويقبل الأمم، لأن الكتاب بيقول لا يستطيع أحد أن يقول إن المسيح رب إلا بالروح القدس. ما تفتكروش الروح القدس بيشتغل بس في المؤمنين، يشتغل أيضا في غير المؤمنين، إما لكي يؤمنوا لإما لكي يعطيهم رأفة ورحمة على المؤمنين أو يسهلوا طريقهم، زي ما أرتحشست الملك سهل طريق نحمية. الروح القدس في الكنيسة
في العهد الجديد له أهمية كبيرة، لدرجة أن السيد المسيح لم يشأ أن الكنيسة تبدأ عملها أو خدمتها إلا بالروح القدس. قال لهم لا تبرحوا أورشليم حتى تلبسوا قوة من الأعالي. دي في لوقا 24. وإيه هذه القوة؟ قال لهم في أعمال 1:8: لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم، وحينئذ تكونون لي شهودا. يعني لازم ياخدوا قوة من الروح القدس لكي يخدموا. الكنيسة في عهد الرسل كانت كنيسة ناجحة لأنها كانت كنيسة الروح القدس. الروح القدس كان بيعمل فيها، والروح القدس كان بيقويها، والروح القدس لم يكن حلوله شرطا للرتب الكبيرة فقط مثل رتب الرسل انهم ما يخدموش غير لما يمتلئوا من الروح القدس. ده كان شرطا حتى لرتبة الشماسية. ولذلك في اختيار الشمامسة السبعة الرسل قالوا للشعب: اختاروا أنتم أيها الرجال الأخوة 7 رجال منكم مملوئين من الروح القدس والحكمة فنقيمهم نحن على هذه الحاجة. فاختاروا استفانوس رجل مملوء من الروح القدس والإيمان، وباقي السبعة. هل حاليا الكنيسة لما بترسم حتى شماس لازم يكون مملوء من الروح القدس والحكمة؟ ده كلام ياريت ينفس. فكان الروح القدس شرط. تصوروا مثلا التلاميذ دخلوا فصل إعداد خدام عجيب، فصل إعداد خدام مدرسه السيد المسيح نفسه بكل ما في السيد المسيح من تأثير ومن روح ومن قوة ومن تعليم، والمدة اللي قعدوها أكتر من 3 سنين يهيئوا لهذه الخدمة، ووسائل الإيضاح اللي أمامهم كانت آيات وقوات وعجائب، ومع ذلك قال لهم برضو ما تصلحوش للخدمة دلوقتي، انتظروا لغاية لما تاخدوا الروح القدس، ولما يحل عليكم الروح القدس حينئذ تكونون لي شهودا. هذه أهمية الروح القدس. علشان كده وجدنا واحد زي بطرس الرسول يلقي عظة في يوم 50، فتكون نتيجة العظة 3,000 يدخلوا في الإيمان، مش 3,000 يتوبوا، لا، ده غير مؤمنين يدخلوا في الإيمان، ده حاجة تانية كبيرة. وينخسوا في قلوبهم. ليه؟ لأنه كان بيتكلم بالروح، لأن ربنا قال لهم كده. قال لهم في متى 10 في أول إرسالية ليهم، قال لهم لستم أنتم المتكلمين بل روح أبيكم هو الذي يتكلم فيكم. ولذلك لما عقد أول مجمع للكنيسة، لما جم يقولوا قرارات المجمع قالوا فيه رأى الروح القدس ونحن، يعني مش المجمع هو اللي بيقرر، ده الروح القدس هو اللي بيقرر على ألسنة الرسل في المجمع. ونفس السيد المسيح قال لهم من جهة الكلام، قال لهم في يوحنا 16، قال لهم يعلمكم كل شيء، أن الروح القدس يذكركم بكل ما قلته لكم. وفي يوحنا الأولى إصحاح 2 برضو يتكلم على أن هذه المسحة تعلمكم كل شيء. ولذلك نجد
انهم كانوا يتكلمون بالروح الذي فيهم، الروح القدس اللي فيهم هو اللي بيتكلم. جميلة جدا الآية اللي موجودة في سفر الرؤيا، تلاقوها مكررة في الصحة 2 والصحة 3، يقول من له أذنان للسمع فليسمع. يسمع إيه؟ ما يقوله الروح للكنائس. الحاجة اللي الروح بيقولها للكنائس، لأن الكنائس بتسير بالروح القدس المتكلم فيها. ولهذا نجد قديس عظيم زي بولس الرسول يقول صلوا من أجلي لكي أعطى كلمة عند افتتاح فم. تعطى كلمة هي بولس، كل العلم اللي فيك والكتب الكثيرة والمعرفة الجبارة دي والتلمذة تحت قدمي غمالائيل، يقول لا أنا مش عايز كلام من الماضي بتاعي في القراية، ده أنا عايز كلمة جديدة تعطى لي. تعطى ليك منين؟ من الروح القدس. الروح القدس هو الذي يعطي كلمة للمبشرين بقوة، والكلمة اللي يعطيها يعطي معها قوة. عشان كده كانوا يتكلمون حسبما أعطاهم الروح أن ينطقوا، زي ما قال لهم الروح. ده نحن نعجب في العهد القديم لما نجد واحد زي بلعام أحد الأنبياء، ولو أن نهايته كانت وحشة، قال أنا ما أتكلمش من عندي، اللي يحط ربنا في فمي هو اللي يقول سواء بركة أو لعنة، الكلام اللي يقوله لربنا. إذن ما هي الوسيلة الأساسية لتحضير الخادم؟ هل مجرد دروس ومعلومات ومعرفة وكلام في الدين وفي التربية؟ كل هذا لازم، لكن بدون الروح مش ممكن. تحضير الخادم هو أن يكون روح الله فيه، وتحضير العظة هي أن الواحد يطلب من روح الله أن يعطيه كلمة يتكلم بها. والروح القدس مش بس يعطي كلمة، يعطي كلمة ويعطي تأثير ويعمل في القلوب ويشتغل جوه الناس، يشتغل في المتكلم وفي السامع وفي الخادم وفي المخدومين. العجيب جدا ان السيد المسيح نفسه وهو ثابت في الروح القدس، والروح القدس ثابت فيه منذ الازل، لم يبدأ خدمته الا بعد ان مسح بالروح القدس ايضا. ودي تجدوها في اشعياء، يقول ايه؟ روح الرب علي، روح الرب علي لأنه مسحني لأبشر. شوف بيقولوا ايه، روح السيد الرب علي لأن الرب مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأعصب منكسر القلوب. يبقى روح الرب علي ومسحني وأرسلني. بعد كده بدأ المسيح خدمته. مع إنه ثابت في الروح القدس والروح القدس ثابت فيه، دي من الناحية الأقنومية، لكن من ناحية الخدمة استنى لسن 30 وحل عليه الروح القدس في العماد على هيئة حمامة. يبقى المسألة الخدمة عايزة إرسال من الروح القدس، وعايزة إن روح الرب يحل على الشخص لكي يخدم. طبعا في رموز كثيرة للروح القدس كانت في العهد القديم وفي العهد الجديد أيضا.
الروح القدس عن طريق الزيت، مسحة الزيت والروح القدس عن طريق الحمامة في مسحة الرب، وعن طريق الريح العاصف والنار في يوم الخمسين، والروح القدس في الماء أيضا. ولذلك قيل في يوحنا 8:37 قال لهم المسيح بيقول: من يؤمن بي تفيض من قلبه أنهار ماء حي. قال هذا عن الروح القدس الذي كان المؤمنون به مزمعين أن يقبلوه. يبقى الماء والزيت والريح والنار والماء، كل دي رموز. وإيه تاني؟ ووضع اليد كان يعطي الروح القدس. في الكنيسة الأولى كانوا ينالون الروح القدس بوضع أيدي الرسل عليهم، ودي تجدوها في أعمال 8 بالنسبة لأهل السامرة، وضعوا عليهم اليد فقبلوا الروح القدس، وتجدوها في أعمال 19 بالنسبة لأهل أفسس، وضعوا عليهم اليد فنالوا الروح القدس. حاليا الروح القدس يعطى بوضع اليد في سر الكهنوت، يتوضع عليه اليد فينال الروح القدس حسب النطق الذي ينطق به رئيس الكهنة. يعني يحط ايده عليه ويقول ده شماس، يبقى بقى شماس. يعني وضع اليد والنطق، يحط الايد عليه ويقول قسيس، بقى قسيس. يحط الايد عليه ويقول اسقف، بقى اسقف. يبقى وضع اليد. كل دي طرق كانت للروح القدس. لكن كملاحظة بسيطة في السكة، ليس كل وضع يد روح قدس. السيد المسيح كان بيضع اليد ليبارك، وكان بيضع اليد للشفاء، وممكن وضع اليد للروح، يعني لها حاجات كتير. في العهد الجديد كان يؤخذ الروح القدس بوضع اليد، ثم لما كثر عدد المؤمنين جدا عملوا مسحة الميرون المقدسة، فبقت بالمسحة. وتلاقوا الكلام عن المسحة موجود في الرسالة الأولى لمعلمنا القديس يوحنا الإصحاح الثاني آية 20 وآية 27: أما أنتم فلكم مسحة من القدوس. وقال: وهذه المسحة تعلمكم كل شيء. نلاحظ دلوقتي ان احنا لما بندي سر الميرون المقدس للطفل، الكاهن بيعمل شوية حاجات كده لطيفة. بيدهنوا بالميرون في 36 موضع من جسمه وهو يقول صلوات معينة خاصة بالروح القدس. وإيه تاني؟ ويضع إيده على رأسه وينفخ في وجهه ويقول له اقبل الروح القدس وكن إناء طاهرا للمسيح إله. بيمسح بالميرون ويوضع إيده على رأسه وينفخ في وجهه. حاجات كويسة دي موجودة الثلاثة دول. هو ممكن دهنه بالميرون كفاية، لكن يعني احنا بنثبت الوضع الآخر. وبالصلاة صلوات معينة من أجل أن روح ربنا يحل على هؤلاء الأطفال، أو يحل على هؤلاء الممسوحين كبارا كانوا أو صغار. الروح القدس في الكنيسة لم يكن فقط في سر الميرون، إنما كان داخل في الخدمة أيضا. فكان الروح القدس هو الذي يعين الخدام. في أعمال 13 يقول إيه؟
وفيما هم يخدمون الرب ويصومون قال الروح القدس افرزوا لي برنابا وشاول للعمل الذي دعوتهما إليه. يعني الروح القدس هو اللي دعاهم وطلب من التلاميذ انهم ايه يفرزوهم للخدمة وقالهم بالاسم. بيقول الكتاب فصاموا حينئذ وصلوا ووضعوا عليهما الايادي واطلقوهما بسلام. فهذان اذ ارسل من الروح القدس انحدر الى سلوكية. يعني الروح القدس ارسلهم. شوفوا بيقول ايه، عمل الذي دعوتهما إليه، ففي دعوة وأرسل من الروح القدس، في دعوة وإرسال، وفيه أيضا تعيين، افرزوا لي برنابا وشاول. ومع هذا تمت عن طريق الكنيسة، لأن الروح القدس يعمل عن طريق الكنيسة. مش واحد يقول الروح القدس أرسلني ويجي يعمل قسيس، لا، ده الروح القدس قال لهم افرزوا لي برنابا وشاول، فوضعوا عليهم الايادي واطلقوهم، ولما وضعوا عليهم الايادي اعتبروا انهم ارسلوا من الروح القدس. ادي الكلام، الروح القدس هو الذي يعين الخدام وهو الذي يحركهم ويرسلهم. لذلك بولس هو وزميله سيلة المرة رحين لآسيا فمنعنا الروح، رحين لبيثنية فمنعنا الروح، وبعدين في حلم قال لهم يروحوا إلى مقدونيا، فكان هو اللي بيحركهم في السكة اللي يمشوا فيها. ولذلك من الأشياء الجميلة في الكتاب نلاقي فيلبس وهو ماشي شاف مركبة فيها واحد خاصي حبشي، فالروح القدس قال له تقدم ورافق هذه المركبة. يعني ما راحش لوحده فيلبس، الروح القدس قال له تقدم ورافق هذه المركبة. إذن الروح القدس أراد أن يكون هذا الإنسان الحبشي مؤمنا وعين له فيلبس وقال له فيلبس روح رافق هذه المركبة. ولما تكلم فيلبس الروح القدس كان يعمل في قلب هذا الحبشي حتى آمن وعمده في لبس ومضى فرحا. يبقى الروح القدس بيشتغل في الكنيسة من كل ناحية. وأيضا في قصة كورنيليوس الروح القدس قال لبطرس الرسول قال له امشي مع الثلاثة دول اللي جايين لك، فراح بيهم لكورنيليوس. فدخل الروح القدس وأرشد بطرس زي ما حرك بولس وسيلة، حرك بطرس، حرك فيلبس، الكل كانوا يتحركون بالروح القدس. الروح القدس دي بالنسبة للخدمة، بالنسبة للكنيسة عموما الروح القدس يعمل في جميع الأسرار الكنسية. انت مش حاسس بالروح القدس؟ كل سر من الأسرار الروح القدس هو اللي بيعمل فيه. في المعمودية الروح القدس هو الذي يلدك لكي تكون ابن لله، عشان كده بيقول المولودين من الماء والروح، مش بس من الماء. الروح القدس هو الذي يقدس المياه بتاعة المعمودية، عشان كده بنحط في المياه المعمودية بعض نقط من زيت الميرون لكي يقدس مياه المعمودية عشان الإنسان يولد منه. والروح القدس بيسكن في الإنسان في سر الميرون. سر الميرون فايدته أن الروح القدس يسكن في الإنسان، عشان كده قال أنتم هياكل الله وروح الله يسكن فيكم، في كورنثوس الأولى 3 وكورنثوس الأولى 6. أنتم هيكل للروح القدس، أنتم إيه؟ هيكل للروح القدس. فالروح القدس بيولدك في سر المعمودية ويجعلك هيكلا مقدسا له في سر الميرون. والروح القدس هو الذي يغفر الخطايا في سر التوبة. يجي واحد يقول من يغفر الخطايا إلا الله؟ نقول له ما تزعلش أبدا، ما هو اللي بيغفرها برضه.
وانت فكرك الكاهن هو اللي بيغفر الخطايا، الروح القدس هو الذي يغفر الخطايا من فم الكاهن. ولذلك عندنا صلاة سرية بنقولها قبل المناولة وقبل الاعتراف الأخير، بنقول يكونون محللين من فمي بروحك القدوس. الروح القدس روح الله هو اللي بيغفر للناس الخطايا من فم الكاهن. وانت لما بتعترف على الكاهن بتعترف على الله في سمع الكاهن، يبقى انت بتعترف على الله في سمع الكاهن وتاخد الحل من الله من فم الكاهن، والكاهن ده مجرد وسيلة ربنا بيعمل فيه. ادي الحكاية مش بعيدة عن ربنا ومش مجرد عمل بشري زي ما البعض بيظن. ان ظن احد انه عمل بشري يبقى عدم فهم للأسرار. الروح القدس في سر الإفخارستية بيحول الخبز والخمر إلى جسد مسيح ودمه. الروح القدس في سر الكهنوت بيعطي القوة على ممارسة الأسرار المقدسة ويعطي سلطان الحل والربط. والروح القدس في الزواج بيخلي الاثنين واحد، وده الفرق بين الزواج الكنسي والزواج المدني. في الزواج الكنسي الروح القدس بيخلي الاثنين واحد، لكن ما تقدرش تطلب من مأمور الشهر العقاري ان يخلي لك الاثنين واحد. علشان كده احنا بنخلي سر الزواج في الكنيسة قصاد الهيكل، وروح الله يخلي الاتنين واحد. تقول لي طب وايه رأيك في الاتنين اللي بعد ما يبقوا واحد يرجعوا اتنين واتنين بيخبطوا في بعض؟ اقول لك حاجة من حاجتين، حاجة منهم ان الروح القدس لما يعمل لا يلغي حرية الإنسان، فهو يعطيك التجديد في المعمودية لكن لا يلغي حريتك. نعمة الروح القدس اللي بتاخدها في المعمودية لا تلغي نعمة الحرية اللي موجودة عندك، لذلك ممكن انك تخطئ بعد المعمودية. كذلك الروح القدس بيعطي الوحدة للاثنين لكن بيتركهم برضو على حريتهم، يعملوا بالقوة الروحية اللي خدوها أو يهملوا الموهبة الروحية اللي خدوها. دي أول نقطة. وتاني نقطة هي إيه؟ هي إن إحنا ساعات بنجوز غلط. يعني إيه بنجوز غلط؟ يعني الزواج السليم هو إنسان روحي فيه روح الله بيتجوز إنسانة روحية فيها روح الله، فالاتنين فيهم روح الله وروح الله يربطهم. لكن يجي اتنين لا فيهم روح الله ولا حاجة ونقول له اربط نقيضين، لما هو ممكن بعد كده يلخبطوا. الزواج بحقيقته ايه؟ إنسان فيه روح الله وإنسانة فيها روح الله، هما الاثنين بيربطهم روح الله فيصيران واحدا. ولذلك لازم اللي يتجوز يضمن ان الطرف الآخر فيه روح الله، وان ما كانش فيه روح الله يبقى ممكن ما يحياش معاه حياة روحية أثناء الزواج. والإنسان الروحي بيحيا في الزواج بطريقة روحية. في سر مسحة المرضى روح الله بيعطي الشفاء. حاجة تاني الكتاب يقولها لنا وهي مواهب الروح. الروح القدس هو صاحب المواهب كلها اللي موجودة. تقروا في كورنثوس الأولى 12
عن مواهب كثيرة من الروح القدس حسب ما أراد الروح أن يعطي. فالروح يعطي لواحد حكمة، ويعطي للواحد كلام معرفة، ويعطي للواحد إيمان، ويعطي لواحد قوات، يعطي لواحد عجائب، يعطي لواحد ألسنة ترجمة. في الكنيسة الأولى كان فيه المواهب دي، لكن كله من الروح القدس، اسمها مواهب الروح. فمنين ما تشوف معجزة، ساعات انتوا تشوفوا معجزة وما تعرفوش جاية منين، وساعات تكون بشفاعة قديسين، لكن تقول الروح القدس هو الذي عمل في هذا القديس وأجرى المعجزة على يديه. لكن المعجزة أصلا من الروح القدس، وكل آيات من الروح القدس، والرؤى من الروح القدس، والاستعلانات من الروح القدس. ولذلك يوحنا في الرؤية بتاعته قال كنت في الروح في يوم الرب، الروح كشف له، فالروح هو الذي يكشف. فكل القوات والآيات والعجائب من الروح القدس. في حاجات تانية اسمها شركة الروح. شركة الروح يعني الروح القدس يشترك مع الإنسان في العمل، فلا تعمل العمل وحدك، إنما يشترك معك روح الله، اسمها شركة الروح. مش بتشترك مع الروح القدس في اللاهوت ولا في الجوهر، حاشا، لأنك ما بتبقاش إله، لكن بتشترك معاه في العمل. وإحنا بنصلي في أوشية المسافرين ونقول اشترك في العمل مع عبيدك في كل عمل صالح، دي شركة الروح. وشركة الروح نوع من البركة اللي بيديها الكاهن للناس في آخر كل اجتماع، يقول محبة الله الآب ونعمة ابنه الوحيد وشركة وموهبة الروح القدس تكون مع جميعكم. فأنت يريد تسأل نفسك، هل أنت روح الله بيشترك معاك في كل عمل ولا لا؟ بيشترك معاك في كل كلمة بتنطقها ولا لا؟ اسأل نفسك. إذا اشترك معك روح الله تصل إلى نقطة تانية اسمها ثمار الروح، تظهر فيك ثمار الروح. ثمار الروح جت في غلاطية 5:22 و23، ثمر الروح محبة وفرح وسلام ووداعة وطول أناه وإيمان وتعفف وصلاح، في حاجات كتير. فهل أنت فيك ثمار الروح ولا لا؟ كتير من الناس يطلبوا مواهب الروح، ليه؟ مناظر، عايز ياخد مجد وقوة معجزات وحاجات زي دي. انت تطلب ثمار الروح اكتر من مواهب الروح، لان في ناس جم في اليوم الاخير قالوا له، او هيجوا في اليوم الاخير يقولوا له يا رب باسمك تنبأنا وباسمك صنعنا قوات وعجائب، يقول لهم اذهبوا عني لا اعرفكم، لانهم ناس خطاة. فانت اطلب ثمار الروح تكون موجود فيك. في حاجة تانية هي تعزية الروح. منين ما يكون عندك عزاء داخل قلبك؟ بيكون من روح القدس، عشان كده سموه الروح القدس المعزي. ولما حد بيكون له ميت وتعبان احنا ما بنعزهوش، بنقول له ربنا يعزيك، روح الله هو الذي يمنحك تعزية. الروح القدس هو الذي يعمل في الناس للتوبة، هو الذي يبكت الإنسان على خطية، وهو الذي يحبب الإنسان في الحياة الروحية، وهو الذي يسهل له طريق التوبة. لذلك التجديف على الروح القدس هو رفض كل عمل للروح القدس في القلب. فإذا كان أنت بترفض كل عمل للروح القدس في قلبك رفضا كاملا إلى المنتهى، فمش ممكن الواحد يتوب. فإذا كان مش ممكن يتوب يبقى مش هتتغفر له خطاياه. أدي التجديف على الروح القدس.
الروح القدس يعمل ولكن علينا في الشركة مع الروح أن نعمل معه. والعمل مع الروح فيه نواحي سلبية وفيه نواحي إيجابية. الناحية الإيجابية إنك تقبل الروح وتستسلم لعمله فيك وتشترك معاه في العمل ولا تقاوم الروح، لأن القديس استفانوس أول الشمامسة لام اليهود ووبخهم وقال لهم أنتم زي آبائكم بتقاوموا الروح القدس. في واحد بيجي له الروح القدس يقبل فيه ويشترك معاه، واحد بيقاوم الروح يزرق مع الروح ما يوافقش. وهذا يقع في الأخطاء الآتية. خطأ منهم اللي قالوا الكتاب لا تطفئوا الروح، لأن الروح عبارة عن حرارة في القلب شديدة، فأنت لما تهمل أو تتهاون أو تتكاسل بتطفئ الروح، بتطفئ الحرارة اللي بيحطها الروح القدس في قلبك. وحاجة تاني بيقول لا تحزنوا الروح، لأنك لما بكامل إرادتك بتسقط في الخطية بتحزن روح الله الساكن فيك وتحزن أرواح الملائكة اللي حولك. والحاجة الثالثة الصعبة اللي هي التجديف عن الروح القدس، وهذه هي التي خاف منها داود وقال روحك القدوس لا تنزعه مني. فالروح القدس لما يفارق الإنسان صعبة المفارقة، إما مفارقة جزئية لكلية. المفارقة الكلية هي التجديف عن الروح القدس، إن الإنسان خلاص ما بقتش فيه علاقة بينه وبين روح ربنا. والمفارقة الجزئية ربنا يسيبه شوية لغاية لما يطب ويتعب ويرجع تاني يقول يا ريتني مشيت صح. الروح القدس في الإنسان هو سبب حياته كلها، بيعمل فيه باستمرار لكي يسلك بالروح. انت ليك روح وروحك تتعامل مع روح الله وروح الله يرشد روحك. ليك ضمير مثلا بيبكتك، لكن الضمير جايز يخطئ، فالضمير يأخذ استنارة من الروح القدس. والإنسان اللي بيعمل لوحده مش ممكن أبدا يصل لنتيجة، لابد الروح القدس يعمل فيه. ولذلك الكنيسة وضعت لنا في صلاة الساعة الثالثة كيف تكون لنا شركة مع الروح. صلاة الساعة الثالثة بنتشفع فيها بالروح القدس وبنطلب أن الروح القدس يحل فينا، وبنطلب أن الروح القدس يطهرنا من كل دنس الجسد والروح. نكتفي بكده، تفضلوا.